اليوم موجود بالمسجد العمري رغم انه مدمر ومتعرض للقصف، صح، تتلو القرآن، ليش موجود بالمسجد؟ لانه هذا انا بالنسبه لي مسجد تراث، وانا بداوم فيه من حوالي 35 سنه وعزيز وغالي علي. ايش معني لك بالمسجد العمري؟ حضارة تراث فلسطين، مسجد عمره اكثر من 4000 سنه قبل الاسلام ب 2500 سنه، قبل ما ينخلقوا اجداد اجداد اليهود. ألف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد فيغلبون.